بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. محاضرتنا النهاردة إن شاء الله تعالى عن الجيت. الجيت إحنا قسمناها على محاضرتين، أول محاضرة النورمال جيت والتانية بإذن الله الأبنورمال جيت. النورمال جيت، ناس كتيرة جدا اتكلمت على النورمال جيت، لكن أول واحد ابتدى يوصف الجيت في البيبرز بتاعته كان عالم إيطالي اسمه جوفاني ألفونس بوريلي، كان سنة 1608 لـ1679. هو يعتبر the father of biomechanics، ابتدى يشرح الموفمنت للأنيمالز، ابتدى يدرس الجامبينج والرننج للإنسان والأنيمالز، ابتدى يشوف البونز والجوينت واستخدامهم as a levers، ودون ده كله ونشر أول تو بيبرز اتكلموا عن الجيت في العالم. بس اللي سوء حظه ان الاثنين بيبر اتنشروا بعد وفاته، اتنشروا سنة 1680 و 1681، هو توفى سنة 1679. تاني ناس اتكلمت عن الجيت كان الويبرز براذرز ويليامز وادوارد ويبر، ودول كان اتكلموا او ابتدوا يوصفوا الجيت از جيت سايكل، يعني ابتدوا يشرحوا مكوناتها، وده كان سنة 1836 ونشروا الكلام ده في وقتها. تالت واحد اتكلم عن الجيت ونشرها وابتدى يوصف الخطوات بتاعتها، وده كان ظروف خدمته اللي هو جولي ميري سنة 1830 لـ1904، إن هو استخدم كاميرا اسمها فوتوغرافيك جان. الكاميرا دي بنقدر أو تقدر تلقط صور متتابعة للحركة، يعني تقدر تفرض حركة زي الراجل المتشقلب ده، شوف كام حركة، وبالتالي قدر يوصف الجيت لما صور نفسه لبس بدلة سودة عليها خطوط بيضاء على دراعاته وعلى رجليه وعلى الفوت شوز وعلى راسه، قدر يشوف الحركة في الجيت سايكل شكلها ايه وايه اللي بيحصل بالظبط. بعد كده ابتدوا العلماء يتكلموا كتير ويشرحوا كتير ويدرسوا في موضوع الجيت، خصوصا بعد ما ظهر الاي ام جي وابتدت تظهر التقدم الغير عادي في الكاميرات والتسجيل والتصوير، ابتدوا فسروا حاجات كتيرة جدا. لكن ما ننساش الفضل لأول ناس اتكلمت على الجيت. ليه النورمال جيت مهمة؟ لان هي تعتبر مدخل لينا للابنورمال جيت. اقدر اعرف عن طريقها الابنورمال جوينت، الابنورمال ماسل، الابنورمال نيورولوجيكال فانكشن، الكاركتر بتاع الديزيز، الكاركتر والموشن للسيت بتاع البيرسون نفسه، كل ده اقدر اشخصه او اقدر استنبطه من شكل الجيت بتاعته. الجيت مهمة برضو لان هي مجموعة عضلات رهيبة جدا بتتحكم في حركة واحدة، حوالي 1000 muscles على 200 bone على حوالي 100 joint كلهم بيشتركوا في الجيت اللي حضرتك بتمشي بيه عشان تقوم من الأوضة دي تروح الأوضة دي. شوف بتستهلك عضلات قد ايه. لما نيجي نعرف الجيت ليها تعريفين، يا اما فيسيولوجيكال ديفينيشن، قال لك عبارة عن ميكانيزم which depend upon closely integrated action of musculoskeletal system, peripheral and central nervous system, the visual system, the auditory and vestibular system، عن طريق الانتجريشن او degree of integration between الاربع سيستمز دول نقدر نشوف different pattern الجيت بتاعتنا. اي مشكلة فيهم بتديني pathological جيت. الميكانيكال ديفينيشن قال لك عبارة عن series of rhythmic alternating movement of arms and legs and trunk، في النهاية او المحصلة بتاعتهم بيديني forward movement of the body. السيكونس بتاع الجيت بيبدأ من اول اكتيفيشن للجيت كوماند في البرين، بعد كده من البرين بينتقل للجسم كله عن طريق البريفرال نيرف سيستم لحد ما توصل للمسل او ماسكولوسكيليتال سيستم، بيحصل كونتراكشن للمسل، نتيجه كونتراكشن المسل بيحصل جنريشن للفورس، نتيجه جنريشن للفورس بيحصل جراوند رياكشن فورس كرد فعل ليها، والمحصله بتاعت ده كله بتبدا الحركه والجيت تبدا تتكون. النورمال ووكينج هاز 5 ميجر اتريبيوتس. الاستابيليتي في الستانس، لازم وانا واقف ابقى واقف فعلا ثابت ما تهزش ما اوقعش، البالانس بتاعي يبقى مظبوط، وهنتكلم عن كل ده. سوتبل بريبوزيشن اوف ذا فوت فور كونتاكت، سفيشنت فور كليرنس ان سوينج، طبعا مهم جدا ان انا لما اجي ارفع رجلي من على الارض لازم تترفع بالكامل، ما ينفعش تزحلق في الارض زي في حالات بيحصل فيها في دروب. ادكوت ستيب لينث،
ما تبقاش قصيرة قوي زي ما حصلت مثلا في الباركونيزم ولا فيها أي مشاكل. energy conservation دي مهمة جدا جدا بالنسبة لنا، لأن كل المحاضرة دي مبنية إزاي أوفر الإنرجي أثناء الجيب بتاعتي، أو إيه الميكانيزم اللي الجسم بيقدر فيها يوفر إنرجي أثناء ما بيمشي، وده كله هنشرحه بإذن الله بالتفصيل. المثل في studying normal human locomotion، لما نتكلم على الجيت أناليسيس وأشرح الجيت أناليسيس، بتلاقي لما تيجي تعمل برين ستورمنج للقصة دي هتلاقي مليون حاجة ممكن تتكلم عليها عشان تشرح الجيت. عشان تشرح الجيت لازم اتكلم على الانيرشيا، هتشرح اتكلم على الكينيماتكس، اتكلم على الكينيماتكس، اتكلم على البالانس، اتكلم على الاستابيليتي، اتكلم على سنتر اوف ماس، سنتر اوف جرافيتي، الويت ترانسميشن، الكونسنتريك ماسل كونتراكشن، الكونسنتريك ماسل كونتراكشن. طب هتكلم عليهم ازاي؟ ولو اتكلمت عن كل واحدة هربط بينهم ازاي؟ ابدا بدي ولا ابدا بدي ولا ابدا بدي؟ الدنيا هتلاقي في النهايه تقعد تفكر، هتلاقي راسك ابتدت تشوش بالمنظر ده. طيب ايه الهدف من المحاضره بتاعتنا؟ ان انا عاوز اوصل الشكل ده يبقى الشكل ده، ان الموضوع يبقى منظم في دماغي، حبيت اتكلم عنه في اي وقت اقدر اتكلم عنه، حبيت اشرحه لحد اقدر اشرحه لحد، جاني عيان عايز اشوف الجيب بتاعته ده اقدر انظم افكاري انا وانا ببحث العيان. فعشان كده نقدر نطلع الالجوريزم ده عشان الجيت. قلنا الجيت اناليسيس هنتكلم على الكاينيماتكس والكاينيتكس كميجور ديفيجن للجيت اناليسيس. كاينيتكس بنتكلم على الفورسز والباور والجراوند رياكشن فورس والتورك. هنتكلم على الكاينيماتكس والديسكريبشن للجيت والديسكريبتيف كومبوننتس للجيت، الجوينت انجل، هنتكلم على الديترمينانتس اوف جيت، هنتكلم على التايمنج والديستنس فاريبل للجيت. تلات أسئلة هتقابلنا، what ودي نقصد بيها الكينيماتكس، how نقصد بيها الكينيتكس، why بنتكلم على الماسل اكتيفيشن. لما نيجي نعرف الكينيتكس والكينيماتكس ليهم نفس التعريف، ده هو division of mechanics that deal with force acting on the body، إنما هنا division of mechanics that deal with the motion of the body. الموشن دي لما نيجي نوصفها او describe the motion of the body part relative to each other during the different phases of it، يبقى دي kinetics خاصة بالforces انما kinematics خاصة بالموشن والdescription بتاع الموشن. اول حاجة هنتكلم عليها الجيت kinetics. الكينيتكس هي بار اناليسيس اوف ذا فورسز اكتنج ان ذا بودي. عندنا تو فورسز، عندنا اكسترنال فورس وعندنا انترنال فورس. اكسترنال فورس زي الانيرشيا، الجرافيتي، جراوند رياكشن فورس، المومنتم. انترنال فورس زي الماسلز كونتراكشن، الليجامنتس والجوينت والكبسول والبوني كومبون، كل ده بيساعد على الانترنال فورس، بتساعد لي الحركه بتاعت البني ادم. يبقى عندنا internal force، عندنا external force. The relation between these forces will determine the desired motion. زي in moment created by ground reaction force is counteracted by muscle activities and other soft tissue. يعني ادي ground reaction force بيديني flexion moment counteracted by concentric hip extension contraction. يبقى الفورسز of the gate external زي الجرافيتي، الجراوند رياكشن فورس، الاذر لود ابلايد ذا بودي، اي حد شايل شنطه حامل شايل ابنه، internal فورس زي الماسلز البون اللي جنب الكبسول. الحمد لله لما بندرس الجراوند رياكشن فورس او الفورسز اللي مختصه بالجد، يعني لما نيجي نحللها بيبقى خط واحد بهذا المنظر، وده بنشكر ربنا كتير جدا، لاني لو ما كانش بالمنظر ده او كان بمنظر زي لما ندرس اللوكوموشن بتاع أنا زي الدوج بالمنظر ده، كل دي خطوط وتحليل القوة أكيد لازم هندوه. عشان نلخص الدنيا، احنا هنتكلم في الكينيتكس بتاعت الجيت، هنتكلم على internal force external force. internal هنتكلم على muscle force، والاكسترنال هنتكلم على gravity والforce of momentum والground reaction force. أول حاجة هنتكلم عليها muscle force. أي حاجة لما نيجي نتكلم عن muscle force أول حاجة بتيجي في مخيلتنا إن هي بيحصل كونتراكشنز في المصل، بتقصر نتيجة انها قصرت، بتاخد الجولتين دول بيشد الجزء ده من الليمب عليه فبيحرك قدرة. يبقى زي البايسب لما بتقصر او حصل كونتراكشن بتحرك الارم عليها، دي اول حاجة بتيجي في دماغنا بتتكلم على المصل كونتراكشن. لكن لا،
ده عندنا اكتر من تايب من ماسل كونتراكشن. عندي ايزومتريك ماسل كونتراكشن، ماسل ما بتتحرك يعني، لا بتقصر ولا بتطول، لكن اكشولي ان كونتراكشن. الايزوتونيك ماسل كونتراكشن يعني الطول بتاع الماسل بيتغير سواء بيقصر او بيطول. وليها تو تايبس، كونسنتريك زي الماسل بيحصل لها شورتنج، او اكسنتريك بيحصل لها لينثنج. لما نتكلم على الايزوتونيك involve muscle contraction against resistance, the length of the muscle it change. أول حاجة نتكلم على concentric muscle contraction. زي ما احنا شايفين المسلس بتقصر بهذا الوضع لما أسرت خدت الجزء اللي تحت أو التقل ده معاه لفوق. شايفين البايسبس لما أسرت خدت الأرم معاه، دي اسمها concentric contraction. خلاص؟ الأذر تايب إكسنتريك كونتراكشن، شايفين إيه بتنزل تحت لأن العضلة بتطول، دي كونسنتريك، انما دي اكسنتريك ماسل كونتراكشن. امثله ليها كتيره، زي الراجل ده لما يجي بينزل الصندوق على الارض هو ما بيحصلش كونتراكشن للترايسبس، يعني لو حصل كونتراكشن للترايسبس مع تقل الصندوق هينزل ويقع، ممكن الصندوق يتكسر او هو يتصاب، انما بيحصل نتيجه اكسنتريك كونتراكشن في البايسبس، فبيديني كنترول اكستنشن اوف ذا ايلبو، فبالتالي الصندوق بينزل فيري سموث على الارض بدون ما يتكسر اللي جواه. او في اثناء الجيت، ودي هنشرحها بالتفصيل، لما بيحصل بعد الهيل سترايك وداخلين على الفوت فلات، ان بيحصل فليكشن للني زي ما احنا شايفين، ده نتيجه اكسنتريك كونتراكشن في الكوادريسبس. كلنا نعرف ان الكوادريسبس دي ني اكستنسور، لكن لو اكتد اكسنتريكالي يعني هتطول، يبقى دي هتسمح لي بكنترول ني فليكشن. الاكسنتريك كونتراكشن ممكن تبقى فولنتري، زي الراجل ده ماسك صندوق وبمنتهى الحريه هيبتدي ينزل الصندوق على الصندوق ده في العربيه التانيه دي، عربيه اليد. نتيجه اكسنتريك كونتراكشن في البايسبس هينزل الصندوق نتيجه كنترول اكستنشن اوف ذا ايلبو، هينزل فيري سموث على الصندوق ده، ما يحصلش كسر اللي جواه. لكن ممكن تبقى انفولنتري، زي الراجل ده لما بينزل الصندوق ده على ايده نتيجه تقل الصندوق، فبياخد ايده بتنزل لتحت سنه شويه، فبيحصل لينسنج في البايسبس، ده بيبقى انفولانتري اكسنتريك كونتراكشن في البايسبس. يبقى عندنا اكسنتريك وعندنا كونسنتريك. قلنا الاكسنتريك العضله بتطول زي ما احنا شايفين، ده طولها الطبيعي، هتبتدي تطول زي ما احنا شايفين، يبقى ادي هيحصل لها كونسنتريك كونتراكشن. ليه احنا عندنا تو تايبس او المصر تقدر تحصل لها كونتراكشن اكسنتريكالي او كونسنتريكالي؟ لقيوا ان العضله لو حصل فيها اكسنتريك كونتراكشن بتستهلك نيجاتيف فورك، نتيجه ان النيجاتيف فورك اللي بتستهلكه بتدينا ليس اكسجين كونسبشن نتيجه الاكسنتريك كونتراكشن. الفرق ما بين الكونسنتريك والاكسنتريك كونتراكشن ان الاكسنتريك بتستهلك حوالي 3 ارباع جزء من الطاقه اللي بتستهلكها اثناء الكونسنتريك كونتراكشن. يبقى لو اثناء الكونسنتريك كونتراكشن او سهلنا 7 اجزاء، نفس العضله اللي لو عملت اكسنتريك كونتراكشن بتستهلك 3 ارباع جزء من الطاقه. النيجاتيف فورك والبوزيتيف فورك ببساطه خالص، لو العربيه دي ماشيه لقدام مع السهم ده، لو هو زقها لقدام ده اسمه بوزيتيف فورك، لكن لو هو لو زقها لورا اسمها نيجاتيف فورك. لكن ما نلاحظ العربيه كده او في الناحيتين ماشيه لقدام، هو زقها ومشي معاها اسمها بوزيتيف فورك، حاول يشدها لورا عشان يعطلها اسمها نيجاتيف فورك. مش هنخش بالتفاصيل، لان لو دخلنا في التفاصيل هننتهي من غير ما نفهم اي حاجه وهنوصل للمرحله دي من الكلام. تالت تايب من الكونتراكشن عندنا الايزومتريك كونتراكشن. زي ما احنا شايفين العضله بتنقبض، لكن لا هي لا بتطول ولا بتقصر، بتنقبض وتحافظ على طولها. بنستغل القصه دي زي الراجل ده اللي اخذ الصندوق من عربيه الدليفري عشان يوصله. الصندوق بيحاول ينزل تحت الثقل وهو عن طريق الايزومتريك كونتراكشن للبايسبس، بيحافظ على البوزيشن بتاع الصندوق عشان ما يقعش منه، لكن هو لا عايز يحركه لفوق ولا عايز يحركه لتحت، عشان كده احنا مش محتاجين ايزوتونيك كونتراكشن، احنا هنا محتاجين ايزومتريك كونتراكشن. بنحتاجها امتى تاني؟ لو عايزين الجريب دي تبقى نزود الفورس بتاعت الجريب، فلازم يبقى في ايزومتريك كونتراكشن في هنا الفليكسرز والاكستنسرز بتاع الريست جوينت. رابع
موفمنت للماسلز اللي هي الاستريتش، ودي من اكشن ميس كونتراكشن، نتيجة ان البنت دي ميلت لقدام، حصل استريتش على الهامسترينج وطولت. يبقى عندنا 3 تايبس اوف ماسل كونتراكشن، يا اما ايزومتريك ما تغيرش طولها، ايزوتونيك كونسنتريك قصرت، او ايزوتونيك اكسنتريك العضلة حصل لها الانسنت. يبقى ده كل مقدمة بسيطة عن الماسل فورس وازاي العضلة بتحصل لها كونتراكشن وايه التايب اوف كونتراكشن. تاني حاجة هنتكلم عليها الاكسترنال فورس، اول حاجة فيها الجرافيتي فورس. ايه هي الجرافيتي؟ هي قدرة الاجسام انها بتنجذب لبعضها البعض. بالنسبة لنا احنا في الموشن، ايه هي قدرة انجذاب الجسم للارض او الجاذبية الارضية زي ما احنا بنسميها. عندنا حاجتين مهمين جدا واحنا ندرسهم عشان ندرس الجرافيتي وازاي ندرسها، لان ما ينفعش ندرس الجرافيتي على الجسم كله، تأثير على الجسم كله او على البودي كله، عشان كده بيختاروا السنتر اوف ماس او السنتر اوف جرافيتي. ايه هي السنتر اوف ماس؟ It is the point of an object where all its mass appear to be located. Center of gravity, point at which all the gravity force appear to be acting. يبقى كل الجرافيتي مأثرة على الجزء ده، ده عشان سهولة الدراسة، لكن حقيقة الجرافيتي بتأثر على البودي ككل. السنتر اوف جرافيتي دي عبارة عن imaginary point، ما هيش نقطة موجودة لك، ده سنتر اوف جرافيتي. أو فايدة المدرسة إنها بتدينا prediction the behavior of a body أثناء الموفمنت بتاعه، أثناء ما هو واقف، when it's acted on by gravity and other external forces. In our case, when we are standing still, this point is in front of our spine behind the belly button. بالنسبة لنا الحمد لله، أو الدراسة بتاعتنا عشان تسألنا إن center of mass و center of gravity بالنسبة لنا نفس المكان، عشان كده لو قلنا center of mass أو center of gravity المعنى بيبقى واحد. زي ما قلنا center of gravity دي imaginary point، عندنا حاجة اسمها line of gravity وده عبارة عن imaginary line نازل عمودي لتحت على الأرض من center of gravity. المفروض في الوضع الطبيعي إنه بينزل على ال base of support. إيه هو ال base of support؟ هو الجزء اللي في الأرض اللي أنا واقف عليه ده ما بين رجليا. يبقى ال base of support is quite simply the area beneath the person that includes very point in contact with the ground. ال line of gravity لو نزل على ال base of support الواقفة دي بتبقى واقفة stable، لكن لو نزل بعيد عن البيز اوف سبورت دي تعتبر انستيبل بوزيشن. هل البيز اوف سبورت والسنتر اوف جرافيتي مكانها ثابت؟ لا، ادينا شفنا ادي مكانها النورمال واين واين، لو رفع ايدي لفوق بتعلى لفوق، لو مايل لتحت بتنزل مع لتحت، فاذا بتتغير حسب البوزيشن بتاع البودي، بتتغير حسب الراجل ده شايل حاجه ولا لا، ده شايل ابنه على ظهره اللي جات لورا، ده شايل شنطة الناحية اليمين جت الناحية اليمين، شايلة كتب قدامها طلعت لقدام. لو ويان وبيس زي كده السنتر اوف جرافيتي بتحصل لها فورورد شيفت، يبقى بتتغير من مكان للتاني. التغيير ده او كان بيتغير يا اما فورورد ديسبليسمنت ورا قدام حسب الجسم بيهتز ورا قدام يمين او شمال، اذا وقف على رجل واحدة او حمل على الرجل التانية او حمل على الرجلين، كل ده بيغير البوزيشن بتاع السنتر اوف جرافيتي، فوق او تحت برضه مكانها بيتغير. يبقى احنا قلنا البيز اوف سبورت اللي هو الجزء اللي العيان واقف او البيشنت ده واقف عليه. It is shown that the size of this green area it changes with different posture and walking. يعني العيان ده لو مد رجله لقدام بتزيد البيز اوف سبورت، عشان كده لو تيجي تشد حاجة وحاجة بتلاقي رجل بتيجي قدام رجل عشان تقدر تزود البيز اوف سبورت اللي انت واقف عليها، حتى لو ميلت قدام السنتر اوف جرافيتي واللاين اوف جرافيتي ما يقعش بره البيز اوف سبورت وتبقى واقف انا ستيبل بوزيشن، لا ينزل على البيز اوف سبورت وتبقى البوزيشن بتاعك ستيبل. لما امسك اي ويكنج ايدز بتزود البيز اوف سبورت وبالتالي بتزود الاستابيليتي، عشان كده البيشنت لما يمشي قوقازين بيبقى ماشي مور ستيبل. زي ما احنا شايفين الولد ده هو لما يجي بينط ادي البيز اوف سبورت بتاعه في المنطقه دي، لكن اللاين اوف جرافيتي نازل فيرتيكال جاي هنا، عشان كده انه ان ستيبل. انما لو الشخص اللي هو واقف نازل لتحت على البيز اوف سبورت نقدر نقول عليه ستيبل، ودي قلنا البيز اوف لاين اوف جرافيتي جاي قدام ان ستيبل بوزيشن. طب هو عايز يزود الاستابيليتي يعمل ايه؟ يمد رجله لقدام بمنتهى البساطه. لما مد رجله لقدام زود البيز اوف سبورت، اللاين اوف جرافيتي جت على البيز اوف سبورت بقى في ستيبل بوزيشن، انما الوضع الاول كان انستيبل، انما الوضع دلوقتي
ستيبل، لان اللاين اوف جرافيتي جاي على البيز اوف سبورت. اي جسم هتحطه زي ساند دول حطيناه على الترابيزه محطوط على الوضع ده، ادي اللاين اوف جرافيتي جاي على البيز اوف سبورت ستيبل. ايفن على الوضع ده اللاين اوف جرافيتي نازل ما زال على البيز اوف سبورت مش هيقع، لكن لو جينا بره البيز اوف سبورت الصندوق ده هيقع. استفادوا الناس او اللعيبه بتاعت الميكروبات بالوضع ده انه يقدر يوقف لك الصندوق على سنه على سيفه، يوقف لك الطبق يحطه على عصايه، هو فاهم ودارس وعارف بالظبط سنتر اوف جرافيتي بتاع الحاجات دي فين واللاين اوف جرافيتي فين وينزل ازاي وشكل، حاجات مدروسه مش حاجاته بس. نفس القصه اللاين اوف جرافيتي هنا لو نزل على البيز اوف سبورت ده بيبقى ستيبل، لكن لو نزل بره البيز اوف سبورت ده بيبقى انستيبل. اي تشينج في البوزيشن بيغير البيز اوف سبورت واللاين اوف جرافيتي. برضه البيز اوف سبورت وانا بتغير، لو انا مستخدم عصايه او مستخدم ووكينج كليت او مستخدم مشايه زي هنا، كل ده بيزود البيز اوف سبورت وبالتالي المشيه بتبقى مور ستيبل. البشره كنترول، ازاي اقدر احافظ على البشره بتاعي وانا ماشي او وانا واقف؟ عن طريق ان انا بغير وضع جسمي، انا حاسس ان انا هقع على الناحيه اليمين اروح مايل شويه على الشمال عشان اقدر اوزن جسمي، ودي بنتعرض عليها كتير جدا. زي الولد ده عشان يقف على رجل واحده حاول فرد ايديه ورفع رجله بوضع معين عشان يقدر يحفظ توازنه وهو واقف على رجل واحده، او زي الراجل الولد ده لما يجي يمشي على حبل زي كده ما بيقعش. ليه؟ لانه بيقدر بيعمل changes في البوزيشن according to external force acting on the body، وبالتالي maintain a position سواء كان واقف او هو بيتحرك وزود فوليج. فوليج الطفل ده اتحرك بهذا الوضع يمين او شمال مش هيقع لانه محافظ على البوزيشن بتاعه. البوشر كنترول ايزر عندنا ستاتيك بوشر او دايناميك بوشر. الستاتيك بوشر اللي هو انا اقدر بحافظ على البوشر بتاعي وانا واقف، طول ما انا واقف محافظين على البوشر بتاعي اللي هو maintaining adequate posture when we are not moving by interaction of group of muscles which work more or less static. او ان انا اقدر احافظ على البوزيشن مثلا بتاع المفصل ده عشان اقدر القط حاجه من فوق الدراع او حاجه، فلازم اثبت الالبو واثبت الشولدر عشان اقدر اجيب حاجه من فوق الدراع. او dynamic posture by making the proper adjustment للبودي، بس عشان اعمل مينتين للبالانس ان انا اغير الجسم من حركه للتانيه، اقدر او بوزيشن اعمل موديفيكيشن ديورنج ذا موفمنت، وبالتالي اقدر احافظ على البوشر اثناء الحركه سواء وانا بجري او هي نط او هو على رجل واحده او بتشقلب. كل دي اوضاع معينه، لكن الجسم بيقدر يكيف نفسه انه يحافظ على البوشر بتاعته عن طريق ان بيعمل توازن لنفسه عشان ما بيقعش. النورمال بوشر الاينمنت لو في الفرونتال بلين ماشي في النص بالظبط من الميدل اوف ذا فور هيد للتشين للزيف استرنم للامبلايتس بتوين الني بتوين الميدل مالولاي، لكن لو هو جاي في الساجيتال بلين جاي من اير لوب او جاي من تي 2 وتي 12 او اس 2 قدام اس 2 ورا الهيب على طول قدام السنتر اوف روتيشن اوف ذا ني او قدام اللاترال مالولاس او جاي بتوين الكالكينيو كوبويد جوين. هنحافظ او الجسم بيحافظ على البشر ده ازاي؟ عن طريق انه بيتحكم في حاجه اسمها الانتي جرافيتي ماسلز، وبيتحكم في التون بتاعها او الكونتراكشن. الانتي جرافيتي ماسل ايه هي؟ الانتي جرافيتي ماسل هي جروب اوف ماسلز ذات كونتراكت ذا افكت اوف جرافيتي تو مينتين ذا اريكت بوزيشن اوف ذا بودي. كل دي الانتي جرافيتي ماسل ليها خصائص معينة. إن أول حاجة تبقى مالتي بنيت عشان تديني وايد رينج اوف موفمنت ات هاي سبيد، لازم تبقى ريد فايبرز عشان تديني كونتينيوس كونتراكشن وزود فتيك. الانتي جرافيتي ماسل زي الابدومينال ماسل البارفرتيبرال ماسل الجلوتيس ماكسيمس والهامسترنج والكوادريسبس الهيب ابداكتور ماسل الترايسبس والتبياليس انتير، كل دي تعتبر من الانتي جرافيتي ماسل او مجموعة الاكستنسورز عامة. البالانس ان انا اقدر احافظ على توازن الجسم ability to maintain the line of gravity within the base of طول ما line of gravity جاي على البيز اوف سبورت الجسم في حاله بالانس، جه بره يبقى احسن imbalance على طول. تاني حاجه هنتكلم عليها الفورس اوف مومنتم، عشان نفهمها هنرجع بذاكرها شويه لايام ثانوي وايام الفيزيكس. شويه تعريفات بسيطه هنقولهم بسرعه. الماس اللي هي الكتله،
measure the amount of matter in an object. It is scalar quantity. Scalar يعني حاجة ليها magnitude أو ليها كمية معينة. إنما الويت لا مش مطلق، ده وزن، الوزن ده عبارة عن فورس. ليه؟ لأن هو حاصل ضرب الكتلة في العجلة بتاع الجاذبية الأرضية. يعني لو الراجل وزن كتلته 120 كيلو جرام اللي هي الماس بتاعته، الويت بتاعه هيبقى حاصل ضرب 120 في العجلة، يعني 120 في 9 طبعا 10، يعني تقريبا 120 في 10 حوالي 1200 نيوتن. يبقى انا عندي طريقتين للقياس، حاجات اسمها سكيلرز وحاجات اسمها فيكتورز. سكيلرز يعني حاجات ليها ماجنتيود اقدر اقيسها كوانتيتي، زي اللينس، الاريا، الفوليوم، السبيد، الدنسيتي، الماس. انما الفيكتور حاجات ليها كوانتيتي لكن ليها دايركشن، ليها اتجاه، حتى بالعربي بنسميها المتجه، زي الديسبيسمنت، الازاحه، الدايركشن، الفيلوسيتي، المومنتم، الفورس، كل دي عباره عن فيكتور. لما نعرف تعريفات المومنتم amount of motion in moving body، يبقى هي كمية الحركة، هي الزخم أو العزم، هي كمية الحركة. التورك عزم الدوران أو القوة، ودي بنقيسها إن هي مقدار ضرب أو حاصل ضرب القوة بطول الذراع بتاعها. الفرصة اللي بتحرك الدايرة دي في طول الذراع بتاعها، دي بيدينا التورك أو عزم الدوران. الفورس action of push or pull، أو المؤثر اللي بيأثر على الأجسام وبيغير اتجاهها أو اتجاهها أو موضعها أو حركتها. البودي أو الزاوية دايما بيبقى نازل لتحت vertical زي ما احنا شايفين بهذا الوضع. لو الاكسترنال فورس زي الجراوند جراكشن فورس مثلا جت وعدت على الجوينت بالظبط، مفيش أي مومنت أو أي عزم بيأثر على الجوينت ده، مفيش أي عزم. لكن لو الجراوند راكشن فورس بعد عن الجوينت، لو جه قدامه او وراه بيرديوس التورك اباوت، يبقى في عزم دوران ابتدى ياثر على المفصل ده. لو جت قدامه هيدينا اكستنشن مومنت والرجل هتبقى اكستندد بهذا الوضع. لكن انما احنا قلنا لو جت عليه مفيش اي مومنت خالص، لكن لو جت وراه الاكستنشن مومنت دي هتتحول تبقى فليكشن مومنت، والرجل تبقى فليكسد بدل ما تبقى اكستنسد زي ما احنا هنشوف كده، ان الرجل التانية لور بقت فليكسد عشان الجراوند اكشن فورس جه ورا الني جوينت. يبقى لو ورا الني جوينت بيدينا فليكشن مومنت، لو قدام الني جوينت دي بتبقى اكستنشن مومنت. التورك دي بتسبب دوران الجسم، لكن لأي مدى؟ على حسب الكاونتر اكتنج ماسل كونتراكشن اللي وراها تسمح لها بيه. يبقى الدنيا مش سايبه. يبقى لو جراوند دراكشن فورس جه قدام الهيب، ادي الهيب جوينت هنا السنتر روتيشن بتاعه، لو جراوند دراكشن فورس جه قدامه مش هتفضل الرجل فليكسد على طول، هتبقى فليكسد بالقدر اللي هتسمح لي بيه الهيب اكستنسور، سواء حصل لها كونسنتريك كونتراكشن او ايزومتريك كونتراكشن. يبقى حسب ما دي هتسمح لنا الكونتر اكت الحركه دي، على حسب ما هيحصل كونتراكشن هيجن، وهنشرحها بالتفصيل لما ناخد الكينيماتكس بتاعت الجد. يبقى ده وضع الجراوند رياكشن فورس وفرق ما بين ما بيبقى ورا او قدام الجوينت. يبقى اتكلمنا في الاكسترنال فورس على جرافيتي وشرحناها، اتكلمنا على الفورسز اللي بتاثر على الجسم والتورك والمومنت، كل ده اتكلمنا عليه. اخر حاجه هنتكلم عليها الجراوند رياكشن فورس. دي الجرافيتي زي ما احنا عرفناها اللي هي الجاذبيه الارضيه. ايه نتيجه الجاذبيه الارضيه؟ ان الاوبجكت وين لايز اون ذا تيبل اور اون ذا جراوند، ذا تيبل او جراوند ماست اكزيرت ان ابورد فورس، قوه لفوق مساويه لوزنه وعكس الاتجاه بتاعه، ده لو نازل لتحت دي تبقى طالعه لفوق according to قوانين نيوتن الثالث. يبقى هي ground reaction force، it is the force that act on a body as a result of the body resting on the ground or hitting the ground. If someone extend on the floor without moving, the person is exerting a force. ايه هو force؟ هو واقف اللي هو وزنه. احنا اتفقنا ان وزن الجسم ده مش الكتلة بتاعته، وزن الجسم ده عبارة عن حاصل ضرب الكتلة في الجاذبية الأرضية، يبقى العجلة بتاعة الجاذبية الأرضية. يبقى الفورس دي، يبقى طول ما هو واقف على الارض في فورس دايس على الارض لتحت منزلها بتخضع للجاذبيه الارضيه،
مقابل ليها الجراوند الاكشن فورس بتطلع لفوق تبقى ايكوال ليها لكن الاوبوزيت دايركشن. زيها زي اي فورس لما نيجي نحللها ليها ثلاث اضلاع، يا اما انتيريور او انتروبوستيريور او فيرتيكال او ميديولاترال فورس، المحصله بتاعتهم اللي هي الخط الاحمر ده اللي هي الجراوند رياكشن فورس على حسب البوزيشن بتاعه. في كل مرحله من مراحل الووكينج بتفرق الحركات اللي بتحصل، يعني مثلا في الانيشال كونتاكت او الهيل سترايك بيبقى قدام الهيب والني لكن بيبقى ورا الانكل، وهنتكلم على الكلام ده بالتفصيل بعد كده. قلنا ان هو الاكشن ده اللي هو الوزن بتاع الجسم، والرياكشن بيبقى الجراوند رياكشن فورس بيكون مساوي ليه وعكسه باتجاه زي قانون نيوتن بالظبط، زي البالون دي الهواء هو طالع بيدوس لتحت وهي بتطير لفوق، او الراجل ده لما حط رجله هنا وداس عليها المركب رجع لورا، ودي ماشيه مع قوانين نيوتن اللي هو القانون الثالث لنيوتن. طيب الجراوند رياكشن فورس بيطلع منين؟ يعني في صوره اللي هنا جبناها من شويه طالع من هنا، اشمعنى الحته دي؟ يبقى ليها قوانين بتقول لك امتى او الحته اللي بتطلع منها اللي هي سنتر اوف بريشر. ايه هو سنتر اوف بريشر؟ بوينت اوف ابلكيشن اوف جراوند اكشن فورس از ذا بودي سنتر اوف بريشر ويتش لوكيتد ان ذا فوت ان يونيلاترال ستانس اند بتوين ذا فيت ان بايلاترال ستانس. يعني هو لو واقف على رجل واحده يبقى تحت الرجل اللي واقف عليها، لو واقف على رجل اثنين بتبقى في النص بين الرجلين. على حسب الفيس بتاع الووكينج الجيت او الجيت سايكل مع الهيل سترايك، مع بدايه الهيل سترايك بيبقى ورا عند الكالكينيس او بوستر ولاترالي، طول ما بيبتدي يحرك بيطلع لقدام قدام قدام لحد ما بيوصل عند اخر مرحله في الاستانس اللي هي التوز اوف، بيبقى عند الصباع الثاني او في السبيس بتوين ذا فيرست والسكند تو او في السبيس بتوين السكند والثيرد تو. هل هي ثابته؟ لا، دي فاريبل بتختلف على حسب التشينجينج في الفود جيرز اثناء الوقت. دي قوانين نيوتن. القانون الثالث اللي يهمنا for every action there is an equal and opposite reaction. فهمنا الكينيتكس، شفناها ودرسناها سواء الاكسترنال والانترنال، وكل واحده سواء الماسلز فورس والمومنت والجراوند رياكشن فورس والجرافيتي، وعرفنا التفاصيل بالظبط. وهنشوف بعد كده الحاجات دي الكينيتكس دي لما نيجي نتكلم على الجيت اناليسيس نطبقها ازاي. نبتدي دلوقتي المرحلة التانية اللي هي الكينيماتكس أو الجيت كينيماتكس. أول حاجة هنتكلم عليها في الجيت كينيماتكس الـ Determinants of Gate. إيه هي Determinants of Gate؟ دي عبارة عن مجموعة حركات كل المطلوب منها إن هي بتساعد أثناء المشي عشان نوصل للـ Efficient Gate. إيه هي الـ Efficient Gate؟ Walking is a very 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 energy efficient. معناها ايه؟ ان بنستخدم little ATP required for walking. يبقى عشان امشي انا مش محتاج طاقة كبيرة جدا عشان املا، بالعكس اقل طاقة ممكن تساعدني المشي، بدليل ان عينين كتيرة زي عينين البوليو اللي كنا بنشوفهم زمان يعني عضلات ضعيفة جدا لكن في بعض الاحيان بيقدر يمشي، وياما عينين منهم بيمشي. ليه؟ عن طريق حاجة اسمها determinant of gait. هنتكلم عليها بالتفصيل، لكن قبل ما نخش في الديترمنت جيت السلايز دي قلناها قبل كده، عايز اقول لكم ان السنتر اوف جرافيتي اللي هنتكلم عليه وقلنا ده عباره عن ايماجينري بوينت، حاجه تخيليه، بدل ما نتكلم على الجرافيتي بتاثر على البودي كله، يعني المفروض بتاثر على البودي كله لكن هنقول انها هتاثر او التركيز كله هيبقى على السنتر اوف جرافيتي. وقلنا السنتر اوف جرافيتي بيتحرك قدام لورا او بيتحرك يمين وشمال او بيتحرك فوق ولتحت، يبقى ما هواش حاجه ثابته. ادي السنتر اوف جرافيتي اهو شايفينه مع كل جيت بيتحرك، شايفين الماشي بيبقى ماشي في كيرف لفوق وبعد كده ينزل لتحت، يبقى ادي الكيرف بتاع السنتر اوف جرافيتي، يبقى ما هواش حاجه ثابته. هنستفيد بالكلام ده لما نيجي نشرح الديترمنت اوف جيت دلوقتي. قلنا السنتر اوف جرافيتي اول ما ابتدي امشي وافتح رجليه عن بعض بينزل لتحت، اقرب رجليه على بعض بيطلع لفوق. ادي الكيرف اللي اتكلمنا عليه بتاع الوكنج جيت. طيب لو كيرف بالمنظر ده هل الحركه بتاعت البنانا هتبقى سلسه؟ يعني ده جيت الوكنج السنتر اوف جرافيتي ماشي عليه من اول بدايه السايكل لحد نهايتها، شوف سموث ازاي. لكن تخيل الكيرف لو هو جيرك كيرف زي ده وهاي اوسيليشنز، يعني شوف ده من الطب من البطن بتاعه للطب مفيش،
انما اشوف من هنا لهنا قد ايه. يبقى كل ما كبر الاوسيليشن زادت او الكيرف ما بقاش سموث، بقى جيركي موف كيرف بهذا الوضع، ده بيدينا انكريز انرجي كونسامشن وبالتالي بيدينا الباثولوجيكال جيت. لكن لو الجيت بقى بالمنظر ده يبقى هي هاي اوسيليشن اي نعم، لكن سموث كيرف فبالتالي استهلاكها للانرجي بيبقى اقل. هنا هي جيركي كيرف لكن ما هيش هاي اوسيليشن ليس اوسيليشن، فبالتالي استهلاكها للطاقه بتبقى اقل، لكن احسن واحد فيهم ده لانه بيبقى فيه مينيمال اوسيليشن وسموث كيرف وبالتالي ديكريز انرجي كونسامشن، وبالتالي ده اللي بيبقى بنستخدمه في النورمال جيت. زي ما احنا شايفين طول ما هو ماشي الكيرف سموث ازاي يقدر يمشي مفيش اي مشكله، لكن لو مشي على ارض مش مستويه او طالع مطلع الكيرف بقى جيركي ازاي وبقى هاي اوسيليشن ازاي. ده بيفسر لنا ان انا ممكن امشي ربع ساعه نص ساعه ما اتعبش، لكن لو طلعت مطلع حوالي 100 متر مثلا اتعب بسرعه. ليه؟ لان الموفمنت بتاع السنتر اوف جرافيتي ما بقتش سموث زي هنا، لا بقت جيركي وبقت هاي اوسيليشن وبالتالي بتستخدم طاقه اكتر وبالتالي هتعب اكتر. عشان كده دايما في الناس اللي عندهم تريد ميل بيجروا عليه، في تايب تريد ميل بيبقى افقي كده ما بيصغرش البوزيشن بتاعه، وفي تايب ثانيه بيقول لك لا ده بتديني تدريج لفوق كاني طالع مطلع. ليه؟ لان طول ما انا طالع مطلع بستهلك طاقه اكتر، وبالتالي اللي عايز يخس هيخس اسرع. يعني ده هيمشي كيلو او هيلعب عليها 10 دقائق هيقل مثلا حوالي 60، انما لو طالع مطلع يقل حوالي 200 او 300 كالوريز. يبقى بالتالي ان استهلاك الطاقه بيبقى اكتر وانا طالع مطلع. ليه؟ لان الجيرك بتاع الموفمنت هنا بتبقى جيركي ومع هاي اوسيليشن، ما هياش لو اوسيليشن او مينيمال اوسيليشن وسموث كيرف زي ما هي باينه في المنظر ده. انا حطيت لكم السلايد دي معاها عشان نقدر نفرق. نرجع للديترمينال اوف جيت، وقلنا دي عباره عن مجموعه حركات بتبقى مصاحبه للجيت بتاعتي طول ما انا ماشي، بتحصل حركات صغيره بتحصل بتساعد ان تخلي الكيرف ده سموث وما يبقاش هاي اوسيليشن. يعني لو هو المفروض هيعلى هي بتقلله، لو هو هيبقى الكيرف جيركي لا بتخليه سموث. الحركات دي كلها لما بتحصل بتخلي الموفمنت بتاعتي فيري سموث فيري افيشنت جيت، تستهلك طاقه قليله جدا ما تعبش بسرعه. اول واحد لاحظ الموضوع ده واول واحد شرحها كان جون ساندر سنه 53، وابتدى يشرح نظريات الجيت، وابتدت النظريات اللي هنتكلم عليها دلوقتي بتاعت الجيت جت متتابعات وراها. لكن اول نظريه اتكلمت اللي هي ديترمينانت اوف جيت، اللي هي الحاجات اللي بتساعد ان انا امشي فيري سموث مفيش اي مشكله خالص. لما جه عرف الديترمنت قال لك determinant is a various movement occur in the body including the pelvis and knee and ankle to minimize the excursion of center of gravity. بدل ما هو high oscillation زي كده بيبقى لا low oscillation and smooth curve ensure the smoothness of both ways. زي ما احنا اتفقنا هم عبارة عن ست حركات major واثنين minor. يبقى كيرف بدل ما هو كبير بالمنظر ده لا بقى very smooth بهذا الوضع او flat. يبقى وظيفة الـ 6 determinants of gait increase efficiency and smoothness of pathway of gait, decrease the vertical and lateral displacement of center of gravity, decrease the energy expenditure, make gait more graceful and minimal oscillation. ايه هما الست حركات او الست major determinant؟ اول حاجة pelvic rotation, pelvic tilt, lateral pelvic displacement, knee flexion, knee ankle interaction and foot to ankle motion. وتو minor determinant اللي هي neck movement وال swinging of the arm. لو انا فقدت واحدة منهم من الستة الكبار دول انا اقدر اعمل لها compensation واقدر اتحرك مفيش اي مشكلة خالص، لكن لو فقدت دي هيبقى صعب جدا ان انا اعوضها، وهلاقي ان الطاقة زادت بمعدل 3 اضعاف استهلاكها لو ما فقدتهمش الحركتين دول. ايه هما الست حركات دول؟ اول واحدة ال pelvic rotation. شوف الراجل ده هو ماشي هيمشي ازاي، شفت البلفس بيلف ازاي لقدام، دي البلفيك روتيشن. طيب البلفيك موز فورورد ويز سوينج لام انكريز لام لينث فورورد سو مينيمايز دروب ان سنتر اوف جرافيتي. الخط ده الاسود ده بيمثل المسار بتاع السنتر اوف جرافيتي اللي احنا شفناه الراجل وهو ماشي كان ماشي فيري سموث معاه. لو انت ماشي
على رجليك الاتنين، لو انت بصيت من قدام على اي شخص ماشي هتشوفها بالمنظر ده، لو بصيت بجنب هتلاقيه مثلثة بهذا الوضع. هنا في الحقيقة في هنا البلفس خلي الرجلين بعاد عن بعض. بستفيد ازاي بالقصة دي؟ لو انا همشي بالوضع ده، شوف لما اجي باخد خطوة لقدام البلفك روتيشن بيلف لقدام، يبقى بدل ما طول الرجل بيساوي طول الضلع اللي هو بيه اللي هو ده، لا طول الرجل بقى بي بجانب الجزء ده من السنتر لحد نهاية البلفس او الهيب بتاعت الفيمر، يبقى ايه زائد بي. بنستفيد بايه؟ لو انا عندي دايرتين نصف القطر اللي هنا اطول من اللي هنا، لو انا حطيتهم على بعض بهذا الوضع واخدت السيكتور ده، هلاقي ان الكيرف ده اكتر حدة من الكيرف ده. كل ما بيزيد طول نصف القطر كل ما كان الكيرف بيبقى مور سموث، لحد ما نوصل مثلا زي الكيرف بتاع الكرة الأرضية انت ما بتحسوش خالص. ليه؟ لأن نصف قطر الأرض قيسه قد ايه. يبقى while the hip joint move in one extremity is in the stance phase and act as a fulcrum for rotation, the other hip in the swing phase rotate about 4 degrees forward. يبقى مع الستانس هنا السوينج بيطلع لقدام بياخد الهيب لقدام معاه 4 درجات. قلنا السنتر اوف روتيشن لو انا واقف على رجلي الاثنين في ميدل ستانس يبقى عالي، لكن لما بفرد الرجلين بهذا الوضع بينزل لتحت، يبقى ادي الرجلين بهذا الوضع وادي السنتر اوف روتيشن. ينفع ابعد الرجلين عن بعض بهذا الوضع من غير ما احرك السنتر اوف روتيشن؟ استحاله. هات برجل وافتحه، كل ما تفتح اكتر كل ما تلاقي ارتفاع البرجل بيقل لحد ما تفتحه على الاخر خالص بيبقى عامل زي الخط المستقيم، بيبقى ملوش اي ارتفاع عن الارض. طب ايه اللي اقدر اعمله عشان افتح الرجل دي من غير ما سنتر اوف روتيشن ينزل لتحت زي كده؟ كل ما افتح كل ما هينزل. هعمل ايه؟ ابعدهم عن بعض بهذا الوقت. ابعدهم ازاي؟ عن طريق الروتيشن اللي بيحصل في البلفس هنا، زي ما رجعنا او شفناها في السلايد دي، كل ما بتلف اكتر كل ما البلفز بيلف لقدام اكتر كل ما بتزيد المسافة. تاني ديترمنت هنتكلم عليه البلفيك تلت، اللي هو اثناء الستانس فيس لما بقف على رجل واحده الرجل التانية تبقى مرفوعة على الأرض بتنزل بس الدروب بتاعت، فبالتالي الدروب ده كل ما بيزيد الدروب ده السنتر اوف روتيشن جرافيتي بينزل معايا لتحت. ايه اللي بيحصل عشان ما ينزلش؟ ان بيحصل كونتراكشن للجلوتيس ميدياس او للهيب ابداكتور تمنع ان الهيب ينزل تحت، وبالتالي السنتر اوف جرافيتي ما بينزلش لتحت معاه. يبقى عن طريق كونتراكشن للجلوتيس ميدياس بتمنع البلفيك تلت. يبقى طول ما انا واقف على الستانس فيس الناحية التانية البلفيس بينزل، كونتراكشن نتيجة في الجلوتيس ميدياس بيمنع الدروب، وبالتالي ما بينزلش السنتر اوف جرافيتي معاه، وبالتالي بيحافظ لي على السنتر اوف جرافيتي انه يبقى ماشي ستريت او نيرلي ستريت بوزيشن او فيري سوفت كيرف. تالت حاجة هنتكلم عليها الفليكشن اوف ذا ني. تخيل الرجل ستيف بهذا المنظر ما بيحصلش فيها فليكشن للني، الكيرف بتاع سنتر جرافيتي ما هو ماشي يا لو يقطع يا يقطع بهذا الوضع، انما لو حصل فريكشن للني اقدر احافظ على سنتر اوف جرافيتي ماشي في خط مستقيم على قد ما اقدر. زي البنت دي واقفه للسنتر اوف جرافيتي اهو، لما تنزل تحت فريكشن للني سنتر اوف جرافيتي نزل معاها تحت، طول ما بتتحرك سنتر اوف جرافيتي بيعلى ويقطع معاها. لكن ايه اللي بتستفيده من القصه دي؟ نتيجه الفليكشن اوف ذا ني اللي بيحصل الخفيف ده سنتر اوف جرافيتي الكيرف بتاعه بيبقى فيري 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 سموث. رابع حاجه او رابع من الديترمنت اوف جيت اللي هي ني اند انكل فوت انتراكشن. زي ما اتفقنا ان سنتر اوف جرافيتي هينزل لتحت او بيطلع لفوق. لو انا اول ما بيحصل الهيل سترايك هيبتدي ان السنتر اوف جرافيتي هيحصل له ينزل يطلع لفوق اكتر، يفضل يطلع 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 لحد ما نوصل للميد ستانس. طب اعمل ايه علشان ما يطلعش العلو ده؟ قدامي 3 حاجات. الني فليكشن، ان اول ما حصل فليكشن للني السنتر اوف جرافيتي نزل، يبقى هو المفروض هيطلع. لما اعمل ني فليكشن هينزل. ايه تاني حاجة؟ هيحصل برونيشن. زي ما اتفقنا ان الفوت برونيشن بتقلل الارش بتاع الفوت، وبالتالي ارتفاع الفوت بيقل فالرجل طولها بيقصر. تالت حاجة تيلر بلانتر فليكشن، تيلر
بتبص لتحت، وبالتالي كل دول بيساعدوا على ان سنتر اوف جرافيتي ما يعلاش جامد لان زيرو بينزلوه لتحت. على العكس بعد الميدستانس لما وصل على الاخر خالص في الميدستانس هيبتدي يحصل انه هينزل تاني لتحت بدايه نهايه الكيرف. ايه اللي هيحصل؟ هروح اعمل اكستنشن للني يروح رافعه، يبقى هو بينزل واروح انا رافعه لفوق، يبقى بالتالي مش هيعلى وينزل. هيحصل سوباينيشن، هتزود الارش بتاع الفوت، هترفع الرجل اكتر. الفوت بلانتر فليكشن، نتيجه البلانتر فليكشن الفوت نفسها هتعلي الجسم لفوق، انما هناك كانت الطيلس بس اللي فيها بلانتر فليكشن، انما الفوت ما بيحصلهاش بلانتر فليكشن. تالت حاجه في الاكشنز بتاعت الفوت اللي هي حاجه اسمها الروكرز بتاعت الفوت. يعني الركز اللي هي زي الكرسي الهزاز ده، في كل خطوه من الكرسي ده جزء منه بيبقى لمس الارض. يعني هنا الجزء ده هو اللي لمس الارض، بعد شويه الجزء ده هو اللي لمس الارض، لو مال قدام الجزء ده هو اللي يلمس الارض. نفس القصه الفوت دي بتبقى لمس الارض، بعد كده الفوت بقى لمس، بعد كده الجزء ده، بعد كده الصوابع هي اللي تبقى لمس الارض. الحركه دي بنسميها ركر، بتساعد انها تحافظ لي على سنتر اوف جرافيتي ما يعلاش مضبوطة جامد، وبالتالي بتحافظ لي على الديترمينانت اوف سكيت. ايه هما الثلاثة روكرز؟ أول واحدة الهيل روكر، إن الرجل بتلف على مستوى الهيل. تاني واحدة الأنكل روكرز على مستوى الأنكل. تالت واحدة على مستوى الفور فوت اللي هي الفور فوت أوب. دي الهيل روكر، أدي الهيل هو بيلمس الأرض، تروح لافف وبياخد مع الرجل طبعا، لكن الحركة بتتم عن طريق الفوت، لكن الزاوية هنا هي هي زي الزاوية هنا. لكن مع السكند روكر اللي هي الانكل دورسوفليكشن الزاويه دي بتقل نتيجه الدورسوفليكشن اللي هيحصل، الفوت ثابت على الارض. تالت روكر اللي هي البلانت اللي هي الميتاتارسال، عند الهيد بتاعت الميتاتارسال. يبقى الفيرست روكر روتيشن اباوت ذا هيل، السكند روكر روتيشن اباوت ذا انكل، الثيرد روتيشن اباوت ذا ميتاتارسال هيد. بنستفيد في ايه؟ لو عندي ما عنديش الثلاثه روكرز دول وكلها روكر واحدة عند مستوى الأنكل، الكيرف بيبقى كبير بالمنظر ده، لكن الكيرف بيبقى بالمنظر ده لو استخدمنا التلاتة روكرز مع بعض. إيه اللي بيحصل تاني؟ أنا لو استخدمت التلاتة روكرز يبقى الحركة متبقاش على مستوى نقطة، لأ على قد طول القدم، يبقى لسه أنا قدامي السنتر بتاع الموفمنت بيبقى تحت، بيبقى تحت الأرض. حاجة اسمها فيرتشوال ووكينج سيرفيس. ايه الفيرتشوال؟ ايه المسافه اللي تحت الارض اللي هو التقاء الضلع ده مع الضلع ده لتحت. ايه اللي بيستفيد لما بتبقى الفيرتشوال ووكينج سيرفيس تحت بالمنظر ده؟ بتزود لي طول نصف القطر زي ما اتشرحنا قبل كده، كل ما زاد طول نصف القطر كل ما زاد السموثنس بتاع الكيرف اللي بيقطع في الدايره. اخر واحده في الديترمينانت اللي هي الفسيولوجيكال جينو فالجاس. زي ما قلنا قبل كده ان السنتر اوف جرافيتي بيتحرك يمين وشمال على حسب انا دايس على رجل دي او دايس على رجل دي او دايس على الاثنين. كل ما بعدت المسافه بين الرجلين كل ما الحركه زادت بينهم، كل ما قربت بين الاثنين كل ما الحركه اللي بينهم بتقل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عمل الفسيولوجيكال جينو فالجاس دي عشان يقرب الرجلين من تحت من بعض عشان نقلل الحركه بتاعت السنتر اوف جرافيتي ما بينهم. يبقى زي ما احنا هنشوف هنا لو مفيش جينو فالجاس السنتر اوف جرافيتي بيفضل يتحرك على مستوى الافقي بهذا الوضع بين الرجلين، والجسم ليه مايل يمين ومايل شمال زي بالظبط اللي ما بيحصل في الترندنبرج كده. انما لو هي الحركه بينهم قليله او المسافه بينهم قليله نتيجه الجينو فالجاس، وبالتالي الحركه بتقل، الكيرف بيبقى فيري سموث وفيري سلايد بهذا الوضع ما بنحسش بيها. هم دول الست حركات اللي بيبقوا مصاحبين لكل خطوه، كل خطوه انت بتتحركها بيبقى يحصل الست حركات دول فيهم. انت ما تلاحظهمش وما تاخدش بالك منهم، لكن دول ربنا سبحانه وتعالى خلقهم علشان يقلل استهلاك الحركه او استهلاك الطاقه اثناء الووكينج بتاعتك عشان ما تتعبش بسرعه وتقدر تمشي مسافات طويله. تاني حاجتين اللي هم الماينور ديتيرمنت اللي هي السوينج بتاعت الارم. ليه؟ انه حوالي 12% ليس انرجي لو انا حركت ايديا، انما الشخص ده عشان ما بيحركش ايده وهو ماشي بيستهلك طاقه حوالي 12% زياده. ازاي؟ زي ما احنا شايف كده ان مع البلفيك روتيشن اللي بيحصل مع الديترمنت نمبر 1 ايه اللي بيرجع تاني السوينج للازهر ارم؟ حركه الايد دي بترجع البلفيس للوضع، يبقى هو بيلف كده مع السوينج وده بيرجعها للناحيه التانيه. دي كانت اول نظريه اتكلم عليها ساندر دي سنه 53 وشرح الجيت بتحصل ازاي وايه الحاجات اللي بتساعدها علشان خاطر نحافظ على استهلاك الطاقه.
لكن احنا تعودنا ان العلم ما بيقفش على واحد وما بيقفش على نظرية واحدة، لا لازم كل شوية نظريات تانية تطلع. تاني نظرية طلعت ازاي الجيت بتحصل وازاي بنقدر نحافظ على الطاقة، اللي هي الكونفنشال بندلم ثيوري، ودي عن طريق تباديل وتوافيق بين تو تايبس اوف انرجي اللي هي الكاينيتيك انرجي والبوتنشال انرجي، زي البندول بالظبط. اللي هو البندول عبارة عن خيط وفي ثقل من تحت وبيتحرك يمين شمال وشمال يمين زي ما احنا شايفين، عن طريق الكاينيتيك انرجي والبوتنشال انرجي طاقة الحركة بتتحول لطاقة وضع، لحد ما توصل هنا طاقة الحركة بتنتهي وطاقة الوضع بتبقى اللي بيخزن فيها الطاقة في طاقة الوضع بتاعته أعلى ما يمكن. بعد كده تروح نازل لتحت، طاقة الوضع تقل وطاقة الحركة تزيد لحد ما يجي هنا طاقة الحركة تبقى أكتر ما يمكن، ويعكس الحركة دي ويفضل رايح جاي، يبقى ما بتوين طاقة حركة بتتحول لطاقة وضع وطاقة وضع بتتحول لطاقة حركة، مفيش أي فقدان للطاقة إلا حاجات لا تذكر. عشان كده ممكن البندول ده يبدأ يتحرك ساعة أو أكتر رايح جاي بدون أي إنرجي خالص. زي ما احنا لو تفتكروا البندول بتاع الساعة، انت حجر القلم الصغير ده بيشغل الساعة حوالي شهرين ثلاثة، ليه؟ لأن البندول ده رايح جاي ما بيستهلكش طاقة. الحجر ده لو حطيته في لعبة أطفال فيها موتور صغير خالص واللعبة ما يجيش 3 4 سنتي أو 5 سنتي، ليه؟ ما يكملش ساعة ويخلص. ليه؟ لأن هنا في بندول بيوفر الحركة وبيوفر الطاقة. قلنا البوتنشال انرجي دي ستورد انرجي، هي بوتنشال انرجي ستورد ان اوبجكت وين ات از اندر ريست او نو موشن، انما كينيتيك انرجي اللي هي طاقه الحركه از كينيتيك انرجي از ان ذا اوبجكت اور ا بودي اونلي وين ات از اندر موشن. زي ما احنا شايفين بهذا الوضع اللي طلع بالعجله على التبه دي، ان الكور ما طالع فوق طاقه الحركه بتتحول لطاقه وضع، بعد كده طاقه الوضع بتتحول لطاقه حركه زي ما احنا شايفين كده، زي في لعبه الملاهي دي طاقه الحركه وطاقه الوضع اما بين التباديل والتوفيق بينهم. نشرحها في الجيت ازاي. الرجل هنا في في السوينج فيز، الرجل ما بتبقاش لامسه الارض، الفالكرم بيبقى عند الهيب فوق، فالرجل بتتحرك بهذا الوضع زيها زي البندول during swing phase. This reduces the amount of muscle energy، لان يدوبك assistant بس الماسلز على مستوى الهيب بتساعد بس في السوينج فيز، لكن بقيه الماسلز بتاعت الرجل ما بتبقاش شغاله نهائي او قليله قوي في مرحله السوينج فيز. الاختلاف بينها وبين البندول العادي ان البندول بيبقى رايح جاي، لكن هو بيفضل رايح قدام 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 لحد ما بينتهي السوينج فيس، بعد كده الرجل بتعشق في الارض بيحصل لاندنج والهيل سترايك بيقف على الارض بيمنع انها ترجع تاني. طيب دي اول نظريه بندول. النظريه الثانيه اللي هي انفيرتد بندول اللي هو البندول العكسي اللي هو زي السلك زي كده وفي وزن من فوق وبيفضل رايح جاي، نفس الفكرة بس اختلاف ان هنا طاقة الوضع هنا بتبقى اعلى ما يمكن وطاقة الحركة هي اللي قليلة، هنا طاقة الحركة بتبقى اعلى ما يمكن وطاقة الوضع هي اللي قليلة، عن طريق التباديل والتوفيق ما بين البندلوم ميكانيزم والانفيرتد بندلوم بيقدر الجسم يتحرك زي ما احنا شايفين. ده الانفيرتد بندلوم زي ما احنا شايفين الفالكرم بيبقى على مستوى الفوت اللي هي لمسة الارض، اول ما بيوصل لهنا وينتهي خالص عند التوز اوف والصابع دي بترفع من على الارض بيبدا السوينج فيس، الفالكرم ده بينقل من الارض هنا للهيب جوينت لان خلاص مفيش كونتاكت بينه وبين الارض، يبقى الفالكرم فوق وبتبتدي تتحرك بعد كده الخطوه الثانيه اللي هي البندول العاديه اللي الفالكرم بتاعها بيبقى على مستوى الهيب فوق. يبقى ده قدرنا نعرف ازاي الجسم بيقدر يوفر الطاقه على قد ما يقدر اثناء الحركه. امال امتى بيستهلك طاقه؟ ما بين الانتقال من خطوة للتانية، يبقى البندول بيفضل ماشي هنا بيتحرك بالكسور الذاتي بتاعه، أول ما يبتدي يخش على الخطوة اللي وراها من خطوة للتانية بيبتدي ياخد أو يستهلك الطاقة. جه واحد تالت قال لك لأ يعني النظرية دي مش مأدية لغرض الجسم، لأ مين قال لك إن هو ماشي ستيف؟ يعني إحنا شفنا في البندول بهذا الوضع الرجل ما بتتحركش خالص، الركبة مفروض على الآخر، بس الكلام ده ما بيحصلش لأن الساعات بيبقى فيها سنة فليكشن أثناء الحركة. قال لك الرجل تبقى عاملة زي السوستة بهذا الوضع، لو طولنا الجزء ده الترانك والجزء ده الساي والجزء ده الليج وده الفوت زي ما احنا شايفين إن بتطلع وينزل فوق زيها زي السوستة بالظبط. قال لك the spring mass model embodies that during walking and running the whole legs were and the linear act as a linear spring.
The spring mass model the legs as spring and the torso is the mass اللي هي الهيد من فوق هي الماس بتاعت اللي بتحرك السوستة دي. الفرق بينها وبين الانفرتد باندولم ان الانفرتد باندولم النية هنا بتبقى او الرجل بتبقى ستيف ما بتتحركش، انما هنا لا النية بتتحرك اثناء الجيت. الكيرف في الانفرتد باندولم بيبقى لفوق، انما الكيرف في السبلينج موديل بيبقى لتحت بهذا الوقت. دي كلها نظريات ان الرجل بتبقى كده، اول ما بتبتدي يحمل بتنزل لتحت تخزن الطاقة، بعد كده تبتدي تطلق الطاقة تاني فبترفعها لفوق، وعن طريقها بيقدر يتحرك من خطوة للتانية. أكثر تعقيدا قال لك لا هي مش لينير سبرينج، لا دي حاجة اسمها انتجريتد سبرينج زي كده السوستة بتاعة المشبك، ودي كلها نظريات معقدة، لكن احنا بنحاول نشرح لكم ونقول لك يعني الناس أو العلماء بتفكر ازاي الجسم بيتحرك أثناء الموفمنت عشان ما يعتمدش على الماسلز إلا في أضيق الحدود. رابع واحد اللي هي كنترول ذا فولينج، انه قال لك الجسم عباره ان هو هيقع وبعد كده بيمنع يحاول ما يقعش، فبالتالي بيتحرك على هذا الوضع، وشرح نظريته بهذا الوضع. قال لك وين ستارتنج او وي لين فورورد اوفر بالانسنج فروم ذا اكوليبريم بوزيشن ذيس جيفز ذا ابر بارت اوف ذا بودي فورورد اند داونورد موشن از ذا بودي فول فورورد الليج از اكستندد فورورد اند هولدز ذا فول and the other leg takes off in order to keep the body moving forward. يعني عايز يقول لك ان جسمه بيتحرك هيميل لقدام، هيحس انه هيقع، يروح رجل تمد لقدام بحيث ان هي يحصل فرق كام عليها، والرجل التانية عشان ما يقعش تروح شايطة الارض بالناحية التانية دفع الجسم لقدام. يعني نظرية مش منتشرة قوي، لكن من ضمن النظريات المنشورة عن الميكانيزم او سيريز اوف موفمنت. يبقى اتكلمنا على نظريات الجيت وديتيرمنت اوف جيت، هنتكلم دلوقتي على الديسكريبتيف كومبوننت اوف جيت. عندنا ترانسفيرس بلين جيت كاينيماتكس زي البلفيك روتيشن والترانك روتيشن اللي بيحصل اثناء موفمنت، نفس القصه الفيمرا والتيبيا ما بيبقاش ثابتين، بيحصل فيها انترنال واكسترنال روتيشن فيهم اثناء سوري الووكينج. او عندنا ساجيتال بلين جيت كاينيماتكس، ودي اللي هنركز عليها لان دي الاكثر اهميه. الترديشنال فيز جيتس اللي احنا نعرفه من زمان اللي عندنا ستانسي فيز والسوينج فيز. الستانسي فيز عندنا هيل سترايك، الرجل بتلمس عند الكعب، الفوت فلات، ميد ستانس، الرجل بتبقى مستقيمه بهذا الوضع، بعد كده الهيل اوف، الهيل بيرفع لفوق، بعد كده التوز اوف بترفع. دول الخمسه فيزز بتاعت الستانس. وعندنا ثلاثه فيزز بتاع السوينج اللي هي اكسلريشن والميد سوينج والدي اكسلريشن او ديسلريشن، الاثنين صح. دي الايت فيزز بتاعت الترديشنال جيت. النظريه الثانيه اللي هي الار ال اي فيزز اللي اسمها رانكولوس اميجوس جيت، ودي بقسمها لثلاثه فيزز، هناك كان سوينج وستانس، هنا قال لك لا ويت اكسبتنس، بعد كده سنجل ليمب سبورت، بعد كده سوينج ليمب ادفانس. يبقى السلايد اللي هي الخطوه بتقدم الستانس وسوينج، الستانس فيها ويت اكسبتنس وسينج ليمب سبورت، الويت اكسبتنس اللي هي انيشال كونتاكت واللودنج ريسبونس اللي هي الفوت فلات، السينج ليمب سبورت زي الميد ستانس، والتيرمينال ستانس اللي هي البوش اوف او الهيل اوف، والبري سوينج اللي هي التوز اوف. الليمب ادفانس بتبدا من البري سوينج والانيشال سوينج اللي هي اكسلريشن، والميد سوينج والتيرمينال سوينج اللي هي دي اكسلريشن، وكل واحد هنا المقابل بتاعها هنا زي ما قلناهم. ودي رسمه تمثل الترديشنال فيزز والار ال اي فيزز اوف ذا جيت، سواء دي او دي مش هتفرق المسميات، لكن في النهايه نفس الخطوات، وفي كل خطوه مين لازم احنا نركز على البوزيشن، الهيد والشولدر والارم سوينجز، الترانك والبلفز والهيب والني الانكل والفوت، لازم نشوفهم بيشتغلوا ازاي في كل فيز، عشان مهم جدا عشان نقدر بعد كده نعرف ايه الابنورمالتي اللي هتحصل فيهم لما ندرس الابنورمال جيت. For full understanding of normal gait, it is necessary to know which muscles are active during the different part of the gait cycle. أول خطوة هنتكلم عليها الهيل سترايك. الهيل سترايك is the beginning of the stance phase when the heel contact the ground, begin with the initial contact and end with foot flat. بمجرد ما الرجل تلمس الارض او الكعب يلمس الارض يبقى عندنا two possibilities، اول حاجه knee bending
و سلابينج اوف ذا فوت. الريفليكشن اوف ذا ني بتحصل نتيجة كنترول او زي نقدر كنترول الاماط ذا ني فليكشن عن طريق اكسنتريك كونتراكشن اوف ذا كوادريسبس. واحنا عرفنا يعني ايه اكسنتريك وكونسنتريك وهنشرحها تاني دلوقتي عشان نراجعها. سلابينج اوف ذا فوت ودي عن طريق anterior تريالز anterior act اكسنتريك. عشان نراجع ونفتكر الكونسنتريك والاكسنتريك كونتراكشن، لو العضله قصرت دي اسمها كونسنتريك كونتراكشن، لكن لو زادت او طولت اسمها اكسنتريك كونتراكشن. نيجي نشوف المثل ده على تيبيالز انتيريور. الرجل نيوترال تيبيالز انتيريور ما فيهاش كونتراكشن، لكن لو حصل فيها كونتراكشن قصرت عملت دورسوفليكشن للفوت، لكن لو طولت عملت بلانتر فليكشن للفوت. يبقى عرفنا الفرق بين اكسنتريك وكونسنتريك كونتراكشن. ببساطة كده البوزيشن بتاع كل جوينت اللي هي بتبقى فليكسد حوالي 30 درجة، الني اكستندد والانكل نيوترال. لما الجراوند رياكشن فورس في اللي هي السترايك بيبقى انتيرو تو ذا هيب بيدينا فليكشن مومنت، بيبقى انتيرو تو ذا ني بيدينا اكستنشن مومنت، لكن بيبقى ورا الانكل جوينت بيدينا بلانتر فليكشن مومنت. نشوف كل جوينت وندرسه لوحده. الهيب فليكشن مومنت بيبقى نتيجة ان الجراوند رياكشن فورس جاي انتيرو تو ذا هيب، بيحصل فيه هيب اكستنسورز ماسلز ار ازيمتريكالي اكتف. زي ما احنا شايفين الهيب اكستنسورز اللي هي البي تي اي بتبقى في ازيمتريك كونتراكشن. ليه الازيمتريك كونتراكشن ده؟ عشان يمنع بريفنت فيرذر فليكشن اوف ذا هيب، تو بريفنت ذا ترانك فروم جاك نايفنج فورورد، اللي هو الجسم اتطبق هيقع ويتطبق على الرجل، يعني هتلاقي الترانك هيتطبق على السايد بعد كده. ايه اللي بيمنع ده كله؟ الكاونتر اكشن اللي بيحصل نتيجه ايزومتريك كونتراكشن للهيب اكستنسورز. الكوادريسبس ودي مهمه جدا 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 في حركه النيه اثناء الهيل سترايك. في البدايه اثناء الهيل سترايك احنا بنشبهها زي هبوط الطياره بالظبط، ان الرجل دي كانت بتبقى طايره في الجو لحد ما بتبتدي تلمس الارض وبيحصل لها لاندنج والرجل دي تبتدي تلمس الارض. لازم الرجل دي تبقى كومبليتلي اكستندد والماسلز اللي هنا فيري اكتف، عشان كده الاكسنسورز بتاع النيه شغال هنا اكسنتد، هتبقى بعدين اكسنتد ان بيبقى كونسنتريك في الاول. ليه اللي بيحصل فيها ايزومتريك كونت اكتيفيشن؟ عشان كنترول فول ني اكستنشن بريفنت ذا ني فروم باكلينج از ويت از ترانسفيرد انتو ذا ستانس ليم. يعني مجرد ما الرجل تلمس الارض وتبتدي تشيل وزن الجسم، لو الكوادريسبس دي ما هياش اكتف وقويه هيحصل باكلينج، الرجل هترجع لورا والسير ويقع لورا والبني ادم ده هيقع زيها بالظبط زي ما بيحصل اللاندنج بتاع الطياره. شايفين الطياره نازله 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 نازله، اول ما العجله تلمس الارض اهي شايفينها لمست الارض، ما حصلش اي مشكله خالص على مستوى الجوينت اللي موجود ده. ليه؟ لان انا عندي هنا ستاند قدام مانع او مثبت لي او بيحافظ لي على البوزيشن بتاع المفترض بتاعت عجله الطياره، زيها بالظبط زي الكوادريسبس لما تبقى اكتف وحصل لها ازومتريك كونتراكشن قدام النيه بيخلي الرجل ما تتطبقش. ليه؟ لان لو اتطبقت الرجل اثناء الطيران وهي نازله هتلاقي العجله تتكسر وترجع لورا وتنزل على جوزها بهذا الوضع. طب ايه اللي بيحصل في حالات البوليو لما يحصل فيها ويكنس للكوادريسبس؟ يعني اول ما بيحصل لاندنج للرجل اثناء الهيل سترايك بتبقى يحصل لها ايزومتريك كونتراكشن بتمنع الباكلينج اوف ذا. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل باكلينج اوف ذا، هتلاقي الرجل والترانك والعيان يقع على ظهره. طب الكلام ده العيان بيتفادى ازاي؟ ان هو بيميل لقدام. ليه بيميل لقدام؟ عشان يجيب السنتر اوف جرافيتي واللاين اوف جرافيتي قدام، وبالتالي اللاين جراوند رياكشن فورس هيبقى قدام هيديني اكستنشن مومنت على الني، يبقى انا مش محتاج الكوادريسبس هنا، يبقى هو لانها ضعيفه هو لما ميل لقدام قدر يعوض الكوادريسبس. تاني ماسلز اكتف بتبقى اثناء الهيل سترايك الهامسترنج، برضه في البدايه اسيست كوادريسبس كنترول ني اكستنشن في البدايه اثناء اللاندنج بتاع الني، بعد كده بتبتدي يحصل لها كونتراكشن عشان تبدا تعمل الفريكشن اوف ذا ني، يبقى ذا اكستنشن مومنت از اوفركم باي اكشن اوف هامسترنج ويتش انيشيت فريكشن. اول ما هيبدا من انيشيت فريكشن وتبدا الرجل تتني الجراوند رياكشن فورس هيرجع ورا
هيبقى ورا الفي جوينت هيديني فليكشن مومنت، وبالتالي مش هبقى محتاج للهامسترنج في حاجه، هيبقى جاست الرجل هتتني ويحصل فليكشن للنيه بسبب الجراوند اكشن فورس. وعندنا ايزومتريك كونتراكشن للكوادريسبس هنا عشان تبقى كنترولد موفمنت، ما يحصلش اوفر فليكشن، يبقى بالتالي باقل استهلاك للطاقه قدرنا ان انا اعمل فليكشن للنيه من الهيل سترايك للفوت فلات زي ما احنا شايفين في الوضع ده. بالنسبه للانكل، مع بداية الانكل عشان الرجل تلمس الارض ويبقى في منطقة قوة لازم يبقى في نيوترال بوزيشن، بيحصل اول حاجة ازومتريك اكتيفيشن للدورسفليكسز اللي هي تبيالس انتيرو المسلز عشان يحافظ على الرجل نيوترال اثناء اللاندنج. بعد كده بيحصل لها اكسنتريك اكتيفيشن تسمح ان الرجل تطول وتعمل بلانتر فليكشن للانكل. ده اول فيز من الفيزز بتاعت الجيت. التاني اللي هو الفوت فلات، وده بيبدا من اول ما الرجل تلمس الارض وبينتهي اول ما الرجل الناحيه الثانيه تترفع عن الارض. يبقى begin at initial contact زي ما احنا شايفين، و end when the contralateral leg is removed from the ground. اول ما تترفع الرجل دي عن الارض زي ما شفناها دي بتنتهي الفلات فوت وخش على الميد ستانس. الجراوند اكشن فورس وضعه بيختلف عن الهيل سترايك، ده اثناء الهيل سترايك بيبقى انتيرور هيب، هو مازال انتيرور هيب لكن بيبقى اقرب، فيدينا فليكشن مومنت، وعشان قرب شويه الفليكشن بدل ما كان 30 بقى 25. كان قدام النيه عامل اكستنشن مومنت للنيه، رجع ورا بقى عامل فليكشن مومنت للنيه، فعشان كده النيه بتبقى فليكسد، لكن مازال ورا الانكل جوينت، فعشان كده لسه مازال عندنا بلانتر فليكشن مومنت. وده قلناهم دلوقتي. ايه العضلات اللي بتبقى شغاله اثناء الفوت فلات؟ الكوادريسبس ما زالت بيبقى اكسنتريك كونتراكشن عشان تحافظ لي على كنترول ديفليكشن للنيه، والتبيالز انتيرو عشان تعمل لي البلانتر فليكشن اللي في الانكل. الهيب قلنا بيبقى حوالي من 20 ل 25 درجه فليكشن باي سلايتلي كونسنتريك كونتراكشن جلوتيس ماكسيموس. لو تفتكروا في الهيل سترايك كان ايزومتريك كونتراكشن، انما دلوقتي بقت كونسنتريك كونتراكشن، عملت شويه اكستنشن للهيب قللت الفليكشن بتاعه من 30 لحوالي 20 درجه. الهامسترنج بتساعد الهيب از هيب اكستنسور في الخطوه دي. الني كانت اكستندد دلوقتي بقت من 5 ل 15 ديجري فليكشن عن طريق انيشيت الحركه دي بالهامسترنج، وبتكمل نتيجة الجراوند اكشن فورس بيجي ورا عن طريق اكسنتريك كونتراكشن للكوادريسبس بتسمح لي بالكنترول فليكشن اوف ذا ني. الانكل ات فيرست بيبقى كان نيوترال، بعد كده بيجي على بلانتر فليكشن ويحصل كونتينيو بلانتر فليكشن اندر ذا كنترول اوف تبياليز انتيريور، بيحصل لها اكسنتريك كونتراكشن. لكن بعد كده اول ما تبتدي تتحكم في الارض بتبتدي التيبيا تتحرك لقدام ويحصل دورس فليكشن نتيجه كونسنتريك كونتراكشن للدورس فليكشن. يبقى الدورس بلانتر فليكشن كان 10 بتقلب في اخر عند بدايه الميد ستانس تبقى 5 ديجري دورس فليكشن. الميد ستانس هي المرحله الثالثه من الجيت، ودي بتبدا مع الكونترالاتر رجل اول ما ترفع على الرجل من الارض زي ما شفناها في اللي فاتت، وبتنتهي اول ما الرجل تبقى تحت الترنك على طول، ودي بتبقى عند حوالي 30% من الجيت سايكل. ايه العضلات اللي بتبقى شغاله؟ الكوادريسبس بس هنا بتبقى كونسنتريك كونتراكشن عشان تديني اكستنشن للنيه عشان تقدر تتحمل وزن الجسم لانه واقف على رجل واحده، لو ما هياش قويه ممكن يقع البني ادم. البلانتر فليكسورز اوف ذا فوت اكت اكسنتريكلي عشان تسمح لي بسنه بلانتر فليكشن. يبقى الانكل كان في بلانتر فليكشن في البدايه، بعد كده هتحول دورس فليكشن. الهيب اكستندنج والني اكستندنج بس ما توصلش للصفر. اثناء الميد ستانس برضو بيحصل ان بيحصل كونتراكشن للجلوتياس ميدياس عشان تحافظ لي على البوزيشن بتاع البلفس ما يحصلش دروب زي ما شرحناها قبل كده. وكان اول واحد اتكلم عليها الخطوه دي اللي هو تريند بير سنه 1844 ل 1924، ودي صوره للبيبرز بتاعته اللي نشرت باللغه الالمانيه. الجراوند اكشن فورس اثناء الميد ستانس غير طبعا اثناء الفوت فلات، اللي بيبقى هنا كان ورا الني بقى قدام الني، كان هنا قدام الهيب هنا ابتدى يبقى ورا الهيب، كان ورا الانكل هنا بقى قدام الانكل، وضع مختلف تماما. الهيب
انتي بيبدأ في الأول ان 10 degree of flexion and continue to extend to reach حوالي من 15 ل 20 درجة extension. يبقى في البداية كان حوالي 10 درجات flexion، لكن مع نهاية الميد ستانس بيتحول لحوالي من 20 ل 30 degree extension. As the ground reaction move posterior to the hip joint shortly after mid stance، وده بيساعده أو الحركة دي بتساعد أكتر نتيجة إن الـ ground reaction force بيرجع لورا. الني بتبدأ حوالي كانت فيها 10 degree flexion، لكن بيحصل complete extension بعد كده نتيجة إن الـ ground reaction force بيجي قدام الني بيديني extension moment. والكوادريسبس برضو كانت في البداية بتساعد إن بيحصل لها concentric contraction زي ما قلناها من شوية. الانكل كان بادي بخمسة ديجري دورسفليكشن and continue to dorsiflex due to ground reaction. The ground reaction moves from the midfoot to the forefoot which increase the movement of the dorsiflexion. شايفين ان the ground reaction كان الاول هنا، لكن مع التقدم في الحركة ابتدى يحصل لحد ما وصل هنا عند الهيب بتاعت الميتفرس عشان يبدأ بعد كده ان هو يرفع الرجل فوق في المرحلة اللي وراها اللي هي البوش اوف او الهيل اوف. الخطوة اللي وراها أو المرحلة اللي وراها اللي هي الهيل أوف بتبدأ when the body is directly over the supporting limb زي الوضع اللي احنا شايفينه خفيف من ورا، وبتنتهي just before initial contact of the contralateral extremity أول ما الرجل التانية تبتدي تلمس الأرض اللي هي swing تخش على بداية الستانس فيز بتاعتها ونخش على الدبل ستانس فيز، دي نهاية البوش أوف أو الهيل أوف. ايه العضلات اللي بتبقى شغاله فيها؟ البلانتر فليكسور اكت كونسنتريكالي عشان تقدر شورتنج دي وتعمل بلانتر فليكشن وترفع الرجل لفوق عشان تقدر تعمل بروبالشن او ترفع الرجل فوق عشان تعمل البوش اوف. الهيب اكستندد من 15 ل 30، الني اكستندد زين فليكس، الانكل بيبقى حوالي 15 ديجري دورس فليكشن بس بعد كده بيتحول للنيوترال. حركة الإيدين the arm is anterior to the midline of the body والإلبو is partially flexed، الإيد التانية تبقى posteriorly و slightly extended، لكن اللي يهمنا position بتاع الهيب والني والفوت أثناء الهيل أوف. الهيب the hip continue to extend to about 10 degree of extension، eccentric activation of hip flexors عشان help to control the rate of amount of hip extension زي ما اتفقنا، يعني الـ ground reaction force جاي ورا عامل extension moment. ايه الـ counter act من هنا؟ انه عندي isometric contraction في الـ hip flexor او بيحصل later on بيحصل لها eccentric contraction عشان تديني controlled hip extension. الني the extended knee begin to flex يعني بداية الـ mid stance مع الـ heel ابتدت تتني شوية. the extended knee flex to about 30-40 degree، the quadriceps contract eccentrically عشان تسمح لي بالاكستنشن، والهامسترنج مع البداية عشان تسمح لي بالفليكشن تاني. once the toes leave the ground hip and calf muscle relax لأن خلاص ما بقاش محتاجين دي. الانكل at the beginning of the heel off the ankle continue to dorsiflex about 10-5 degree، يبقى مع البداية بيحصل dorsiflexion لحد ما يزيد من 5 لحوالي 10 degree dorsiflexion. بعد كده as heel of progress the plantar flexors muscles which is their activation من eccentric to concentric، يبقى في البداية eccentric بعد كده concentric عشان تعمل لي plantar flexion عشان push off وترفع الرجل اللي فوق. the ankle changes from about 15 degree dorsiflexion at heel off to about 35 plantar flexion at toes off. This action stretches the Achilles tendon which prepares the full calf muscle for propulsion of the body. آخر مرحلة في الـ في الـ stance phase اللي اسمها pre-swing أو ما قبل الـ swing. It's the last 10% of the stance phase. Begin with initial contact of the contralateral leg بالـ heel strike على الـ ground وend with two off أول ما الإصابة تترفع عن الأرض، دي حوالي 60% من الجيت سايكل. الهيب تبقى فليكسد، الني فليكسد من حوالي 30-40 درجة، والأنكل بيبقى بلانتر فليكشن من حوالي 20-30 ديجري. السوينج فيس قلنا ثلاث مراحل، أكسلريشن أو ميدي سوينج أو دي أكسلريشن أو ديسلريشن، الأو إنيشال سوينج والميدي سوينج والترمينال سوينج. الأكسلريشن
begin once the tooth leaves the ground مع نهاية التوث off، وبينتهي بمجرد ما الرجل التانية بتيجي تحت البودي اللي هي mid swing. الهيد بتبقى flexing والني flexing up to 6-5، الانكل بيحصل فيها دورس flexion to about 0. ايه المسلز اللي بتبقى active؟ الاليسوس act concentrically علشان تعمل flexion للهيب، to advance the swinging leg لقدام عشان تاخد الرجل دي لقدام، انما البلانتر flexor act concentrically عشان elevate the lower leg عن طريق بتعمل flexion للني. الهيب the slightly extended hip started to flex as a result of concentric activation of the hip flexor muscles. ايه المسلز بيحصل لها contraction هنا؟ اللي هي التنسور فاشيا لاتا والبيكتينياس والسارتورياس، لكن البيج هيب فليكسورز زي الاليسوس والادكتور ماجنس ما لهمش دور قوي بصراحه في اكسلريشن، واحنا اتفقنا ان بيحصل هيب فليكشن عشان تاخد الرجل لقدام لحد ما ينتهي السوينج ويبدا الهيب سترايك في الخطوه اللي وراها. الانكل at first it start as plantar flexor to about 15 degree through the concentric activation of plantar flexor muscle، زين بيحصل لها بعد كده دورسي فليكشن. الني تبقى فليكشن حوالي 60 درجة، فليكشن is aided by sartorius contraction and basal ball of posterior hamstring. الميدي سوينج اللي هو المرحلة في النص، بنلاقي الرجل جاية تحت الترنك بالظبط، والرجل التانية بتبقى اللي هي بتبقى في الستانس فيس بتبقى تحت الترنك على طول. الني اكستنشن والهيب فليكشن اللي بيحصل اثناء الميدي سوينج والدي اكسلريشن ما بيبقاش المسلز ليها دور قوي فيها، لان بيحصل نتيجه الانيرشيا. The thigh is first accelerated by the hip flexors زي ما قلناها قبل كده at the beginning of swing and then deaccelerated by the hip extensor. العضلات اللي بتبقى شغاله قلنا الاليسوس شغاله concentrically عشان فليكس ذا هيب، الريكتس concentric contraction عشان اكستند ذا ني عشان تبتدي تجهزها لحد الهيل سترايك المرحله اللي بعد الجايه، والتبيالز انتيريور شغاله concentrically عشان تعمل كلير ذا فوت فروم ذا جراوند. في الميدي سوينج الهيب فليكسنج about 30 ديجري، الني اكستندنج، والانكل دورس فليكسنج تو about 0. اخر فيز في الجيت اللي هي ال دي اكسلريشن او دي سيليريشن او تيرمينال سوينج. قلنا بيجين او افتر ذا ميدي سوينج نتيجة ان الرجل بتبقى تحت الترنك في الميدي سوينج، وبتنتهي عند بداية الهيل سترايك في الخطوة الجديدة. المسلز اللي بتبقى اكتف، هنرجع لحاجات مشابهة للهيل سترايك، ان احنا قلنا ان هنا عشان بيجهز الرجل انها تبقى لاندنج عشان الخطوة الجديدة بيحصل contraction لبوث الهامسترينج والكوادريسبس عشان يحافظوا لي على الني في كومبليت اكستنشن، والاتبيالز انتيريور اكت كونسنتريكال عشان تخلي الرجل نيوترال عشان يجهزه للخطوة اللي وراها. ده ملخص للفيز بتاعت الجيت، وبوزيشن بتاع كل جوينت في كل فيز بيبقى شكله ايه. اخر مرحله هنتكلم عليها اللي هي الفاريانس بتاعت الجيت، سواء تايمينج فاريبل او ديستانت فاريبل. ايه هما الفاريبل؟ there are two basic variables which provide a basic description of human gait. this variable provide essential quantitative information about the gait. يا اما تايم فاريبل او ديستانت فاريبل، اكتر من حاجه بتتحكم فيها زي الايج والجندر والهايت السايز والشيب البوني كومبوننت ديستريبيوشن اوف ماس ان بودي سيجمنت الجينت موبيليتي ان ماسل سترينث التايب اوف كلوزنج التايب اوف فوت وير مهمه جدا الهابيت السايكولوجيكال ستيتس بتاعت كل ده بيأثر على الجيت. هناخد مثال صغير، مثلا الايج. الايج في اليانج تشيلدرن فيها اختلافات كتيره، زي مثلا الهيل سترايك. الهيل سترايك في الادلت بيبقى عن طريق الهيل، انما الهيل سترايك في البيبي عن طريق الرجل كلها نتيجه الفلات فوت اللي عنده. الادلت ايج بتلاقي برضه في اختلافات بينها وبين النورمال جيت، زي ديكريز سترايد لينس طول الخطوه بيقل في الاولد ايج، انكريز سايكل تايم. يعني دي حاجات عشان اوضح لك ان الايج بيأثر على الجيت. الفاريبلز اللي هنتكلم عليها الستانس تايم، السنجل ليمب او الدبل سبورت تايم، السوينج تايم، السترايك تايم، يعني كل مرحله من مراحل الجيت بتستهلك وقت قد ايه، ودي بتعتبر كفاريبل ازاي. او ديستانس فاريبل طول السترايد او طول الستيب او ديجري اوف اوت، وهنتكلم عليها.
الستانس تايم اللي هو الوقت اللي بتاخده اثناء الستانس فيز، وده حوالي 60% من الجيت، متقسم على 3 مراحل. في الانيشيال دبل ستانس بحوالي 10%، السنجل لمب سبورت 40%، والترمينال دبل ستانس بتاخد 10%، ودي 10 ودي 40 ودي 10، وال 40 التانية اللي هي السوينج فيس او الستانس بتاع الاذر ليج. يبقى اللي حوالي 40% على وان ليج سواء دي او الناحية الشمال او الناحية اليمين، وحوالي 20% او 24% بيقف على التو ليجز اللي اسمها دبل ليمب ستانس. الدبل سبورت تايم اللي هو بيستهلكها حوالي من 10 ل 12% في كل مره، ودي بيحصل مرتين في الجيت، في بدايه الاستانس وفي اخر الاستانس. الدبل سبورت تايم بيتاثر بالالدري والبالانس ديس اوردر واللو سبيد اوف ووكينج. الاسترايد لينث اللي هي طول الخطوه بتاعتي من بدايه الهيل سترايك من الرجل اليمين او الكعب اليمين لحد الهيل سترايك لنفس الكعب، دي طول الخطوه. انما لو بدايه من الهيل سترايك من رجل اليمين الهيل سترايك للناحيه الشمال دي اسمها ستيب لينس، انما الثانيه سترايد لينس. سترايد ديوريشن الفتره اللي هو ياخدها اثناء الخطوه بالكامل بتاخد لها حوالي 1 سكند. الستيب ديوريشن الزمن اللي بياخده تقريبا عشان ياخد خطوه نص خطوه من لمس الكعب اليمين للمس الارض بالكعب الشمال. الكادنس اللي هي نمبر اوف ستيبس بير يونت، يعني حوالي كام خطوة في الدقيقة أو كام خطوة في الثانية، ودي نقدر نحسبها. الووكينج فيلوسيتي السرعة بتاعت الووكينج. ستيب ويدث اللي هي المسافة بين الرجلين اليمين والشمال أثناء الووكينج، ودي بتزيد أكتر مع العيان أو بيشن كان درانكينج أو في الطفل زي الوقت الجيت. الديجري أوف تو أوت اللي هو أنا باخد اللونج أكسس بتاع الفوت مع البروجريشن لاين اللي قدامنا ده، وبنشوف الزاويه بينهم قد ايه، دي اللي هي الرايت فوت انجل، ودي بالنسبه للليفت فوت انجل، ودي بتزيد مع الاكستوينج جيت وبتقل مع الانتوينج جيت. بكده نكون وصلنا لنهايه الرحله بتاعتنا. نتعشى ان تكونوا اخذتوا نبذه ولو بسيطه عن الجيت والفورسز اللي بتاثر فيها والكينماتكس بتاعتها ووصفها والحاجات اللي بتاثر فيها زي الديترمينانت اوف جيت وتقسيمه الجيت والفيزز بتاعتها، عشان ان شاء الله باذن الله نقدر نستفيد بيها لما نيجي نشرح الباثولوجيكال جيت، لان هتفيدنا كتير جدا جدا لما ناخد كل حاجه في الباثولوجيكال جيت بتحصل ليه، لما نشوف النورمال بتاعها وليه مع الابنورمالتي حصلت الكلام ده. وده باذن الله مع المحاضره الجايه. واخيرا Thank you.